أول شي بدنا كم حبة بطاطا، بنقشرهم وبعدها بنقطعهم، وهذا هو الحجم المناسب. نحطهم بشي طنجرة وبنزل عليهم مي حارة ورشة ملح، وبنحطهم ربع ساعة على النار. وهلا بنحضر الدقة. أول مكون هو التوم، بعدها بنزل زيت زيتون، رشة ملح، عصير الليمون، كزبرة ناشفة، ودبس الفليفلة. وهيك الدقة صارت جاهزة. وبعد ما نسلقت البطاطا بنزلها بشي صحن، بنحطها بالثلاجة لمدة ساعة ساعتين. وهلا بنجهز الصوص، نزل لبن والطحينة عليهم عصرة ليمون، وهلا بنخلط. والصوص كمان صار جاهز. قطع الخس وبصل أحمر. وهلا بنزل البطاطا بعد ما بردت.